في مدارس وفي السنتر في حمله شديده جدا جدا محمد التنمر والبولينج في الانترناشونال سكولز وكده. عارفين هو البولينج ده يعني ايه التنمر ده؟ مش شرط ان حد يعاكس حد، لا التنمر ده هو السخريه. لو جيت قلت البولينج، البولينج ده ما يصحش وكده يعني، يقول لك انت تقول قوي. لكن جيت قلت السخريه حرام، ايه ده؟ انت متطرفه؟ تتكلمي في عيوب الناس حاجه من الاثنين، عيوب حاجات وعيوب ناس. لو عيوب، لو العيوب في الكلام يقول لك اسمه ميرا، انك قاعده على الواحده قاعده تسيبي العيوب تدوري على عيوب في الكلام. والعيوب في الناس قلنا لو العيب، عيب في شخص معين، لو الشخص ده موجود وانا بقول عيب فيه قدامه ده يبقى ايه؟ فسق وسوء ادب. بقول العيب اللي هو فيه ده من وراه يبقى غيره. بقول العيب اللي هو فيه ده بطريقه يضحك منها الناس قالت السخريه. تعريف السخريه اللي انا كتبته في الورق هو التنبيه على العيوب بطريقه يضحك منها المستمعون. بصي بصي عمي بيتكلم ازاي، عمي بيتهدي، شوفي بنته مضيشه بيوقع على نفسه، بصي عمته بتمشي ازاي، واحنا نقول لهم عايز يضحكوا. يلا حبيبي وريني جده بيمشي ازاي، وريني تيتا بتدور كرسي ازاي، وشلت ثلاثة مثلا. في واحد طيب جدا وعلى نياته ومستمتع كل حاجه تقولها، طب تعالوا نستعبطه ونضحك عليه. في برامج تلفزيون كده بياخد الكاميرا مش عارفين شو الكلام ده، ويقول لك مذيع ولا مذيع، ده مش عندنا في الدين، انك تسخري من واحد تستفزني بيها او تشيلي عليه في موضوع فيسبوك ويتنرفز واو 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 واو، يا بنت بضحك عليك. في الدين عندنا حاجه كده؟ او ان انا اخض حد، في عندنا في الدين حاجه كده؟ على الفيسبوك بالاف ملايين الفيديوهات ازاي الناس بتعمل مقالب في بعضها. مفيش عندنا احنا في الدين حاجه كده؟ ولو على سبيل الهزار مفيش، سخريه دي فيها لحن صريح لا يظهر قول من قول، حرام حرام ان حد يستهزأ بحد، حرام. والسخريه دي ممكن تبقى بالقول، الواحد يقول، ممكن تبقى بالكتابه، الكاريكاتير بيسخروا من مين؟ من مثلا من وزير فلاني على كرش، رسمين وقت كرش وقت كده عشان الناس تضحك عليه، هذا لا يجوز، ده فن الكاريكاتير، فن. لا ما عندنا احنا كمسلمين ما ينفعش. لا تسخر من اخيه فيعافيه الله ويبتليه. انت بتسخر منه علشان ايه؟ هو بيتهته، هو بيشعره، او مش شاطر، او مخه على قده. وتسخر منه تضحك عليه، ده انت خايف، ده انت وعيتك بيضه، ده انت ايه؟ لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليه. علموا ولادكم كده. احنا كمسلمين ممنوع ان احنا نسخر من حد ولا نبتلي على حد. مفيش عندنا في الدين كده. ودي من ضمن الحاجات اللي بتمزني فيها الشخص متدينه او ضد متدين، ازاي تعرفي؟ بس انا مش حافظ القران وراح على الدرس وجاي من على الدرس، بتربي ولادك ازاي؟ معلمه ولادك ايه؟ هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي بيفرق. هو بيبين لي ده متدين او فاهم في الدين ولا مش فاهم. فحته السخريه دي ارجوكم خلي بالكم منها، خطيره جدا. وقلت لكم ده في فن، في فن كده بيقلد الممثلين صح؟ وصل الامر ابتدوا يقلدوا مين بقى؟ رجال السياسه. وابتدوا يقلدوا مين؟ الوزراء. وابتدوا يقلدوا المشاهير، وابتدوا يقلدوا رجال الدين والدعاء صح؟ ونضحك. ده بيقلدوا بالظبط، شفت بيقلد الشيخ فلان ازاي؟ لما يبقى في فكره عاوزه اشيلها من مخ حد، اول خطوه على اعمل ايه؟ ابتدي اسخر من هذه الفكره. فقدسية هذه الفكرة تروح من مخ البني آدم. بعيد وبكرر إياكم والضحك على أي حاجة بتسخر من الدين، نكتة، واحد صايم قبل مش عارفة، واحد مش صايم فقال أنت مش عارفة إيه، فقال له نقعد نضحك، واحد بيصلي لما مات والتاني ما كانش بيصلي لما طلع فوق مش عارفة قال له فين وقال له إيه، مش عارفة، ونضحك ونكت ونشير. والتشهير ده محسوب عليكي. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. بتصدي عن سبيل الله بدل ما تدعي الى الله بدين الله. فارجوكم تخلي بالكم، تخلي بالكم الكلام ده كويس قوي.